أهلا بكم. دي حتة خشبة من سور عادي، يعني ممكن تلاقيها يعني غير مستخدمة تماما في أي حتة. أهم حاجة إن دي مش حتة طويلة 80 سنتي على طول، لا دي هي مكسورة وأنا اللي كنت مركبهم في بعض. لو عايز تعرف إزاي تتخلص من الدهان ده اللي في الغالب ده لك إيه؟ لو عايز تعرف إزاي تتخلص منه بأكتر من طريقة شوف الفيديو اللي فات على طول، علشان ناس كثيرة سألتني لو عندنا باب لاكيه عايزين ندهنه أسطر أو ما شابه، أو عايزين نشيل اللاكيه ده خالص وندهنه دوكو من الأول، إزاي نشيل اللاكيه ونوصل للحم الخشب تاني بأكتر من طريقة شوف الفيديو اللي فات. عشان ما ضيعش وقت الفيديو هشيل اللاكيه وأظبطه. هعمل بقى من الحتتين دول وحدة صغيرة، منها علقة مفاتيح ومنها تاخد كل الأغراض الشخصية بتاعتي تتعلق جنب الباب، وهخليها عالية جدا جدا على طولي أنا علشان أضمن إن محدش من البيت يستخدمها. أظن الرسالة وصلت. هركبهم إزاي؟ هركب دي في الحيطة وهركب دي هنا كده، يعني في التلت والتلتين، أهو في التلت والتلتين. ليه؟ علشان من تحت هنا هركب المسامير اللي هيبقى علقات للمفاتيح، ومن فوق هنا اهو صوابع كده او حاجه، بحيث ان انا احط الحاجه بتاعتي كلها على الواقف علشان ما تبقاش محفظه وبتاع وخلاص الموضوع انتهى، لا ده يبقى حاجات كلها كده على الواقف علشان استغل المساحه دي ابشع ما يكون. يلا بينا. هجيب بعض قطع الاخشاب زي كده علشان ابتدي ان انا احطها كفواصل. طب ليه يا عم قطع الاخشاب دي؟ انا هستخدم كل بواقي الاخشاب كالعادة، مش هجيب خشب واقطعه. حددت بالقلم الجاف هنا هو هنا هو ان هي المكان اللي هتتلزق منه ده وده، يعني هي هتركب كده. ومن المسمار ده همسكها بالبنسة كده واحرقها وش وظهر، لكن الحتة اللي هلزق منها ان كان دي او دي مش هحرقها ومش مش يعني مش هعمل فيها اي حاجة. طيب هحرقهم كلهم وارجع لكم. كده تمام اهو. هنجيب بقى صنفرة تكون ناعمة مش خشنة، اهي صنفرة ميتة اهي، ونشيل بيها بس الرايش الزيادة بتاع الهباب. طبعا لو كنت عايزها تبقى مظبوطة 100% وما يبقاش عندك الخط ده، كنا هنفك المسامير او قبل حتى ما نركب كنا نحرق وبعد كده نركب، وده كان طبعا الافضل، لكن انا حاطط غيرها فعشان كده ايه ما كانش ينفع افك كده وايه اعملها شغلانة جديدة يعني. هي هتبقى كده، وهنبتدي نحط دول كده اهو، فهبتدي ألزقهم بالسوبر جلو كده تمام.
سلب ولا بالإجابة.